Last night, as Americans learned that the United States بعد إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن شمال غربي باكستان، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضيوفه الأمريكيين من الديمقراطيين والجمهوريين إلى استغلال موت بن لادن من أجل إحياء الشعور بالوحدة ونبذ الخلافات. ونشر البيت الأبيض عددا من الصور الفوتوغرافية تظهر الرئيس أوباما وفريقه للأمن القومي وهم يتابعون وقائع الهجوم الذي نفذته القوات الخاصة الأمريكية ضد أسامة بن لادن. ويعطي مقتل بن لادن دفعا قويا لأوباما في وقت تواجه شعبيته انخفاضا بحسب استطلاعات الرأي. الأمريكيون احتفلوا بعد مضي 10 أعوام من هجمات سبتمبر بتصفية بن لادن، وأوباما سيلتقي أهالي الضحايا في موقع برجي التجارة العالمي في نيويورك يوم الخميس. إلا أن المخاوف تظل سائدة من احتمال تنفيذ المتعاطفين مع القاعدة لعمليات انتقامية.